السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناتنا المتواضعة ديزي كوميونيتي، وإن شاء الله تكونوا على تم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله كما طلبتم أتينا لكم بأقوى ألعاب البقاء لأنظمة الأندرويد والآي أو إس لسنة 2017. بما أننا نتكلم عن أفضل ألعاب الهواتف الذكية، جاءت الفرصة حتى نتكلم عن أفضل لعبة تصويب عربية 100% والتي تدعى بالمواجهة The Kill Box. صراحة اللعبة جميلة جدا وقوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث أنها شبيهة نوعا ما بلعبة Counter Strike ولكن بأسلوب مختلف تماما، حيث أنها تمكنك من الدخول في مواجهات مباشرة وحية بين أشخاص وفرق حقيقية، وكذلك إمكانية تشكيل فريقك الخاص مع أصدقائك والدردشة معهم والمشاركة في أقوى المنافسات مع فرق أخرى من مختلف دول العالم. كل هذا من أجل تبيين مستواك وتحسين ترتيبك بين اللاعبين. فإذا كنت لاعب يومي للعبة راح تحصل على هدايا مجانية وكذلك عروض وتخفيضات لشراء الأسلحة والطائرات، بالإضافة لاحتواء اللعبة على مراحل الوحوش أو الزومبي، مما جعلها لعبة ممتازة. صدقني عزيزي المتابع، أنا لا أمدح اللعبة ولكن من خلال تجربتي لها استنتجت أنها تستحق أن تكون من بين أفضل ألعاب التصويب لأنظمة الأندرويد والآي أو إس. فماذا تنتظر عزيزي المتابع؟ حمل اللعبة مجانا، فهي متوفرة على كل أنظمة الأندرويد والآي أو إس، وروابط التحميل موجودة في الوصف أسفل هذا الفيديو وكذلك راح تظهر لكم في أعلى الشاشة. سابعا لدينا لعبة Last Day on Earth، وهي لعبة بقاء استراتيجية تعتمد كليا على النمط الجماعي، وكل الناجون لهم هدف موحد ألا هو محاولة البقاء حيا بأي طريقة ممكنة، وذلك من خلال قتل الزومبي وبناء المستعمرات من أجل ضمان العيش لأكبر مدة ممكنة. صراحة اللعبة جميلة جدا وهي الآن متوفرة في الوصف على كل من أنظمة الأندرويد والآي أو إس. سادسا Oceanborn Survival، وهي لعبة بقاء جديدة كليا، حيث أن قصتها هي أنك تستيقظ فجأة وتجد نفسك في وسط المحيط ودون أي وسائل أو معدات، فقط أنت والبحر وأسماك القرش. فمهمتك هو جمع كل ما هو ضروري من المحيط ومحاولة البقاء على قيد الحياة. اللعبة مجانية تماما وتوفر على كل منظمة الأندرويد والآي أو إس. خامسا لدينا لعبة This War of Mine، وهي لعبة تسمح لك باللعب بمجموعة من الأشخاص الذين يحاولون التمسك بالبقاء في أحد المناطق المجهولة، فكل ما عليك فعله هو محاولة جمع كل ما هو ضروري كالطعام والمعدات الطبية وغيرها من أجل ضمان النجاة. صراحة اللعبة ليست مجانية وهي متوفرة على كل منظمة الأندرويد والآي أو إس. رابعا لدينا لعبة The Survival Rusty Forest، وهي عبارة عن لعبة بقاء مدفوعة وليست مجانية. قصتها هي أن العالم أصيب بالفيروس فتحول كل الناس إلى زومبيز إلا فئة قليلة من الناس من بينهم أنت، فكل ما عليك فعله هو القتال من أجل النجاة بحياتك. ثالثا لدينا لعبة Abandoned، وهي لعبة مغامرة جميلة جدا والتي تحتاج فيها إلى البقاء والنجاة في منطقة مليئة بالظواهر الغامضة والمخاطر، حيث أن هدفك هو محاولة البقاء على قيد الحياة ومحاولة إيجاد حل من أجل الهرب من هذه المنطقة، وذلك من خلال مواجهة الوحوش ومهمات أخرى. واللعبة مجانية تماما ومتوفرة على كل منظمة الأندرويد والآي أو إس. ثانيا لدينا لعبة Vast Survival، وهي لعبة بقاء جديدة كليا ذات العالم المفتوح وذات النمط الجماعي. هدفك الوحيد في اللعبة هو النجاة بأي طريقة ممكنة من خلال البناء، الصيد، القتل وغيرها. صراحة الجرافيك جميل جدا والأداء رائع كذلك، وهي الآن متوفرة مجانا على كل منظمة الأندرويد والآي أو إس. في المرتبة الأولى لدينا لعبة Zombie Anarchy، وهي لعبة بقاء استراتيجية وجديدة، حيث أن مهمتك هي البحث عن آخر الأشخاص الموجودين في العالم، محاولة تدريبهم فن البقاء وبناء مستعمرات مزودة بالحماية من أجل ضمان النجاة. كما يمكنك القتال ضد أشخاص آخرين عن طريق اللعب الجماعي. صراحة اللعبة جميلة جدا ومجانية وتستحق أن تكون من أفضل ألعاب البقاء لأجهزة Android والآي أو إس. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى من كل قلبي أن ينال إعجابكم، وللمزيد من الفيديوهات الأخرى لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وكذلك نشر المقطع تحفيزا لنا لتقديم الأفضل إن شاء الله. كان معكم عصام من قناة ديزي كوميونيتي، نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله في أمان الله. جواب الحلقة السابقة والذي أجاب عنه الكثير من الناس، الشخص الذي كان يكره اليهود كرها شديدا،
والذي كان أحد القادة الذي يهابه الكثيرون في ظل الحرب العالمية الثانية هو الشخصية الدكتاتورية الشهيرة أدولف هتلر. وسبب كرهه لليهود هو بعدما توفى والده عاش هتلر مع والدته التي اضطرت أن تعمل خادمة عند شخص يهودي، حيث أن هذا الشخص اليهودي كان قاسيا جدا مع أمه وكان يضربها كثيرا. فكان هتلر يلتصق في أحد الزوايا ويبكي بشدة مما تعانيه أمه بسبب هذا اليهودي، فنشأ هتلر وأصبح كرهه لليهود غريزة بداخله. هذه المعاملة أنجبت شخصية ديكتاتورية نموذجية، حيث أن هذه كانت شرارة المبادرة في الانتقام من اليهود فيما بعد. أما سؤال هذه الحلقة، كم يقدر عدد المسلمين في العالم؟ شاركونا آراءكم في مكان التعليقات.